بالتأكيد الموضوع إنساني بامتياز، ويمس كل أسرة يمنية سواء كان من هذا الطرف أو ذاك، والمتضررون كلهم يمنيون، ولكن هذا لا يعني أننا لا نفرز من أدرج الجميع في مثل هذه الفتنة وكان مسؤولا عنها. المهم أننا نقتبط جميعا لمثل هذا الإجراء، وهو إجراء قد تأجل منذ العام 2020، يعني ظلت هناك مماطلات منذ آخر اجتماع. أولا احنا نعود في هذا الإفراج إلى مرجعية اتفاق ستوكهولم الخاص بالأسرى الموقع عليه. بعد ذلك شكلت لجان من الطرفين، لجنة مشتركة من الطرفين، منها اللجنة الوطنية التابعة للشرعية لشؤون الأسرى، وظلت اللجان تبحث فنيا ولوجستيا في حل هذا الملف، وكانوا قد وصلوا أصلا إلى عدد 2200 أسير. ولكن المماطلة الحوثية والمقايضة السياسية الحوثية والابتزاز الحوثي هو الذي أجل هذا الإجراء لفترة طويلة، إلى أن اضطرت اللجنة المشتركة أن تعقد سبع جلسات. كانت جلستها الأخيرة في سويسرا، عقدت سبع جلسات على أوقات متباعدة. هذه الجلسات ما كان لها أن تطول إلى هذا الحد، وما كان للمفرج عنهم أن يكونوا يعني 880 بدلا من 2200 أسير. يعني بمعنى آخر أن الممارسات الحوثية والابتزاز الحوثي يقصط الإفراج عن الأسرى ويتلاعب بالملف الإنساني على حساب، يعني طبعا بما يتعارض مع القوانين الدولية والقوانين الإنسانية وقوانين الأسرى. مع التنويه إلى أن القرار الخاص بالأسرى لا يقتصر على الأسرى، وإنما يتحدث بالنص عن الأسرى والمعتقلين والمختطفين والمحتجزين والمخفيين قسرا والمقيمين إجباريا، على فكرة حتى بما فيهم منهم تحت الإقامة الجبرية. طيب. من أعضاء يعني غير المعلن عنهم سواء كانوا في مجلس النواب أو في غيره. النص الاتفاق ينص على كل هذه الأنواع من تعسف الحرية، يعني في انتقائية وتقييد في انتقائية في الحرية. وحتى الآن هذا لا هذا التصنيف نفذ ولا الاتفاقات طبقت. طبعا الاتفاق تضمن فترة، تضمن جدولا زمنيا لم يلتزم الحوثيون به، تضمن أن قاعدة الكل مقابل الكل لم يلتزم بها الحوثيون، تضمن كثير من إجراءات السلامة لم يتم تطبيقه، تضمن الامتناع عن الاحتجاز الجديد والاعتقال الجديد بعد الاتفاق، وأن من يحتجز بعد الاتفاق ينطبق عليهم ما نص عليه الاتفاق، بمعنى أنه لا يجوز اعتقال تكرار الاعتقال بنفس الطريقة ولنفس الأسباب، ولا يجوز إبقائهم في الاحتجاز، ويلتزم الطرفان بإخراج وإطلاق كل من يتم احتجازه بعد توقيع الاتفاق. إذن نحن أمام التزامات كثيرة لم تنفذ، ولكن النتيجة إيجابية، هي نتيجة إيجابية لكنها جزئية. أنا أتحدث عن نتيجة كان يفترض أن تكون أجمل وأكمل في العام 2022. صحيح.